بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبد الله بن حسن البعينين، عقدت ورشة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة برعاية سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام، وبمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وتأتي الورشة بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وأكد سعادة النائب العام خلال افتتاح الورشة أهمية هذه الورشة التي تأتي استكمالا للجهود المبذولة من أجل التطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة. وقال سعادة النائب العام: إن أعمال أحكام القانون يتطلب وضع خطط متكاملة بشكل مستمر لكيفية التطبيق، مشيرا إلى أننا نسعى من خلال ورشة العمل هذه لتوسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية إلى الجهات المعنية كافة للعمل على تعزيز إمكاناتها ودعم قدراتها من أجل تطبيق فعال للقانون، وأن يكون التطبيق قائما على معايير المواءمة والملائمة والتناسب ودون ما إخلال بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة. وقدمت النيابة العامة نبذة حول قانون العقوبات والتدابير البديلة التي تضمنت نماذج للعقوبات والتدابير المنفذة بناء على الأحكام القضائية وقرارات النيابة الصادرة في هذا الشأن. وقدم ممثل إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية خلال هذه الورشة عرضا حول آليات وإجراءات تنفيذ العقوبات البديلة عبر فيلم قصير بشأن فلسفة العقوبة البديلة وبيان جهود إدارة الأحكام بوزارة الداخلية في تنفيذ العقوبات البديلة ومتابعتها والتطرق إلى معايير تقدير درجة الخطورة في هذا الإطار. اليوم كان مخصصة الندوة مع المجتمع، أفراد المجتمع المدني، ولله الحمد كانت تقريبا المشاركات والمساهمات فعالة. تكلمنا معاهم عن دور المجتمع المدني وشنه الأعمال المطلوبة منهم من برامج تأهيل، من أعمال في خدمة المجتمع، وراح تكون إن شاء الله في لقاءات متكررة لإدماج وإشراك المجتمع المدني لتطبيق العقوبات البديلة. طبعا اليوم إشراك المجتمع المدني في هذا القانون أمر جدا فوق الممتاز، ونشكر جلالة الملك على هذا المرسوم، ونشوف أن المجتمع المدني فعلا حضور قوي لهم وفي تفاعل، وإن شاء الله جمعية سيدات الأعمال البحرينية تقوم بدور حتى لو بسيط لخدمة القانون الجديد. النيابة العامة طبعا في كذا لقاء سابق مع السادة المحامين أو اليوم نرى أن أو الجهات الحكومية، وكذلك اليوم نرى مع مؤسسات المجتمع المدني يحاولون استهداف الأفكار أو البرامج والمهام التي يعني من الممكن أن تطبق من المؤسسات المجتمع المدني، وذلك بما يعود بالنفع على المحكوم عليهم وأسرهم وكذلك المجتمع. نحن ممتنون جدا إلى وزير الداخلية وإلى وزير العدل على تبنيهم لهذا المشروع، والبحرين لطالما مثلت الريادة في كثير من مشاريعها، والآن هذا المشروع عبارة عن ثمرة التنوير والوعي إلى قيمة الإنسان. ونحن بصفتنا رئيس جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني نمد يدنا مع وزارة الداخلية، مع وزارة العدل، من أجل توعية المواطنين، من أجل عمل دورات أو ورش عمل نقوم فيها على كل المستويات. لدينا ما شاء الله مدربين، كوادر طيبة ومؤهلين في شتى المجالات، ممكن أن نشجعهم ويدخلون في هذا المشروع.